الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يقول المؤلف رحمه الله في كتابه كفاية المتعبد وتحفة المتزهد، يقول رحمه الله: ما يقال عند المساء. روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وراه قال فيهن: له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال في ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. أخرجه مسلم. وقوله وسوء الكبر روي بسكون الباء بمعنى التعظم على الناس، وبفتحها بمعنى كبر السن والخرف. وذكر الخطابي رحمه الله الوجهين ورجح الفتح، والله أعلى وأعلم. إشنجاني كوزوني بسنجزو بجيزة بيوسي بيبهو نبجى الله سبحانه وتعالى أمهر نمجيشا إنما محمد أمهر نمجيشا لساكاري كون هوايا تنغالي مواتشو ميوزي واتشو إنما محمد صلى الله عليه وسلم وين أبي وين نبصوها بي نولي ويسو زاجرة أروهاني مقام مزيدين كوزاجرة كموسو وانيما دوسبا الله سبحانه وتعالى كويا دوشيرا مرابان غابو ويزا دوكو مرجو مجتبو كفاية المتعبد وتحفة المتزهد اجتبو كيزو يكواريكا الإمام المنذري رحمه الله أهو تجيه كوري برهامي ما يقال عند المساء إبنيوم الإسلام يراكو يكوفوغا كمغوروبا أهانغاها إيدو إمام ونجيه كوري تيتلنا يسي إبنيوم الإسلام أفوغا مجتون دونوكو مغوروبا نوكو مري الحديث بيو سبيريمو imuri hadith byombi birimo nuko gusumura hindura interuro ntoya ndaza kwenda kubibereka insha Allah. Hadithi dusomye ni hadithi va kuri Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Abdullah ibn Mas'ud uyu nguyu azwi nka ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud ni umwe mu sahaba bahanga cyane fuqaha as-sahaba, abasahaba bari bazi fiqh mu basahaba cyane ku rwego rwo hejuru cyane, kugezwa yarafite madrasa ishuri rye ryari riri Kufa muri Iraq. Ishuri ryari ririmo abagabo yagiye ahugura bagiye bakomakomeye cyane batandukanye. Uyu nguyu Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ni umwe mu basaba binjiye idini rugikubita cyane. Mu zina bajyaga bamwita ni Ibn Ummi Abd. Icyo yarazwiho nuko yari umusaba wari ufite amaguru matoya cyane, kugeza ubwo rimwe yari yuriye mu giti umuyaguje urayahuha urayajyana akajya afata ku mashami yo hejuru kugira ngo atagwa. Abaswaba babireba bagaseka ko babonaga bisekeje. Intumwa y'Imana yabwiye ati: ngo museka turiya turundi museka cyangwa siriya mirundi museka mitoya iraremereye ku minzani kuruta umwe muri mwebwe, kubera ko yari afite Imana iri ku rwego rwo hejuru, ndetse no ku Mana yari afite umwanya wo hejuru mu gutinya Imana no mu gukora ibikorwa byiza. Uyu Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa umwe mu bakoreye intumwa y'Imana, kuko intumwa y'Imana yakorewe n'abari abaslaves abacakara, yakorewe ndetse na ahrar abigenga, yakorewe n'abari bari mu buja ndetse n'abigengaga bose baramukoreye. Mu bamukoreye bigenga harimo Ibn Mas'ud wajyaga amutwaza amazi yo gutawaza, ndetse akaba yamutwaza n'inkweto ze, yajyaga amufatira inkweto ze iyo abagashaka nko kuba yatawaza n'ibindi bigiye bitandukanye. عبد الله ابن مسعود ياكيري حديث تمفزيو من شامكي لكوين دوكوميزي ياكيري ينو حديث إنما إيمان صلى الله عليه وسلم أتبقيرك إنما إيمان صلى الله عليه وسلم إيو ياجيرك كمغروبة كانوا سيو يابو غروبي زغا يرافو غغتي أمسينا
وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبد، أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح نيو يبيوك جامجيتون دونابجو، قال ذلك أيضا أيون يوم جامبو يفوك جتوه هندرجة ناهن هاري أمسينا هو يرفوك جامبو أصبحنا مجيتون دو أهو يفوك أمسينا كمغروبة مجيتون دو يفوك أصبحنا بسوانة ينغو ترى ترى وتشيشة مجيتون دو نين هاري يفوك وأمس الملك لله بقو مجيتون دو ني وأصبح الملك لله هامي كمغروبة يفوك جامبو أعوذ بك من شر ما في هذه الليلة ومجيتوندو يفقق أعوذ بك من شر ما في هذا الصباح مريك جيتوندو وما إلى ذلك، أعوذ بك من شر ما في هذا اليوم مري موسي دو تانجي لك دو سوان ريكوان سكيو بسواني نو ذكر نندين دي مري هانغانا لك إن شاء الله تزاب جان لك بجوز بلنا عمبري أمسينا وأمسى الملك لله بسواني ينقو أمسينا بسواني أي دخلنا في وقت المساء twinjiye mu gihe cy'umugoroba wa amsa almulku lillah ariko hamwe nuko tukinjiye icyo gihe ubwami buracyari ubwa Allah subhanahu wa ta'ala walhamdulillah ndetse n'ishimwe ryose ni rya Allah la ilaha illa Allah nta wundi usengwa mukuri uretse Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu la sharika lah asengwa wenyine atabanyikanwa n'icyari cyo cyose lahu almulku ubwami bwose ni ubwe walahu alhamdu gushimwa kose ni ukwe وهو على كل شيء قدير نو اجينا بالكلمه تشوس ربي ما نغسني مريزي واتشو اسالك خير ما في هذه الليله ندغ السماء ابجيزا بيلي مري دي جورو وخير ما بعدها نيبجيزا بيلي نيما يلي جورو واعوذ بك من شر هذه الليله نانا كويكينزه هو نيندي بيبي بيلي مري دي جورو وشر ما بعدها نيبي بيلي نيما يلي جورو hari ahambere wasabye ibyiza nyuma yaho wikinze ko mana bikurinda ibibi nyuma yaho ukavuga uti rabbi mana nyagasani murezi wanjye a'udhu bika min alkasali nkwikinzeho ngo ndinde alkasal alkasal ni ubunebwe ushoboye gukora ikintu ariko ntugikore kubera ubunebwe wasu'il kibari undinde no kuzasoza nabi ubuzima uvuga ngo gusaza nabi a'udhu bika min adhabin finnar nkwikinzeho ngo ndinde ibihano by'umuriro wawe wa jahannam وعذاب في القبر ونين نبي هانو بيوم مونفا إن غاي مانا يا بيوكا مجيتون دي أفوغا جدوي مزهنيو إكينو نجي غوكورا ريكا مازن سومي يدوي كومغوروبا سومي نيا مجيتون وريكا مازن سومي كومغوروبا كومغوروبا رفوغو تي أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر aho ngaho ni nimugoroba mu gitondo noneho nabyo birasa nuko gusahara aho umuntu agenda ahindura utuntu duto duto yari mu gitondo aravuga uti asbahna wa asbaha almulku lillah walhamdulillah la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir rabbi أسألك خير ما في هذا اليوم
وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أهوني مجيتوندو iyo dua rero bayisilamu niyo ngiyo. Umuyisilamu atangira nyine avuga yuko agoro abugorobeje akiri muzima, ibwo yari mu gitondo aravuga tubukesheje tukiri bazima, ubwami buracyari ubwande, buracyari ubwa Allah subhanahu wa ta'ala. Aha rero harimo iqrar, umuyisilamu aba yemeza ijana ku ijana yuko ubwami ni ubwa Allah. Hari ikintu bita as-sabah, as-sabah ni gitondo guhera salatu al-fajr kugeza kuri salatu al-asr, aho ngaho niho bita ko kiri mu gitondo. Guhera kuri al-asr kumanuka kugeza izuba rirenze byitwa ko ari masaa. Abandi bavuga ko guhera kuri zuhuri gukomeza kumanuka kugeza maghrib byitwa ko ari kumugoroba. Ubwo yari mu gitondo nyuma al-fajr nibwo usomiriya ya mu gitondo, niyo ari nyuma al-asr cyangwa se nyuma ya zuhuri nibwo usoma iriya yo kumugoroba. Hanyuma muri iyi dua yacu umuntu asaba Allah musaba ibyiza by'uwo munsi, ndetse anikinga kumana ko yamurindi bibi by'uwo munsi, ndetse n'ibibi bya nyuma yawo. Niba usaba n'ibyiza ugasaba n'ibyiza bya nyuma y'uwo munsi. Iyo tuvuze ibyiza hinjiramo inema z'Imana, hakinjiramo ingabire z'Imana, hakinjiramo baraka, hakinjiramo kuguha ubuzima bwiza. Hari itandukaniro ry'icyo bita al-ajiz wal-kasal. Al-ajiz an yakuna yani al-abd nukuba ngo ajiz nukuba ngo yakunu bi'adami al-qudra, ajiz nukuba udashoboye ikintu burundu burundu. Naho kasal ni ubunebwe, kuba ushoboye ikintu ariko ntugikore. Bangahe batangira umunsi bafite gahunda zo gukora ibintu runaka ntibabikore. Iyi dua rero iragufasha. Mana a'udhu bika min al-kasal, ndakwikingaho ko wandinda ubunebwe. Ubunebwe ni ukuvuga ngo ufite ubushobozi bwo gukora ikintu ariko ntugikore. Wa su'il kibar, mwi dua mu byo usaba Imana kwikurinda harimo na su'ul kibar. Bamwe mu bamenyi bavuga ko ari su'ul kibri. Kibr ni ta'azzum ala nnas, kwiyemera ku bantu no kwishyira hejuru, ko Imana yakurinda ubwibone bubi. Abandi harimo al-Khattabi rahimahullah babona ko ari su'ul kibari, kibari atari kibr. Bibaye kibari hagiyeho fatha, ubwo bihita bisobanura gusaza nabi. Niyo mpamvu muri ya dua umuntu asaba Imana avuga ngo ya rabbi a'udhu bika an uradda ila ardhani al-umr, mana undinde kuzasubira muri ya myaka umuntu yongera akaba umwana muto. Turi kumwe. وكذلك إن هو إيمان مدوى كنت أقول اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا. يا الله دوه كل جوه يقول تيانك سدوه وزيما بجيزة مكوم فاقواتش أماتكي أكو ميزة يومفة بكو جزي جيو بفيريا كيوم فانيزة نو كوريبا ما سجي كورانيزة نيمبارا كو تيزي فيتي ما أحييتنا مجيو تيدوها يوزيما مبيغارغازا كيما نريري كونزو مغارغو نكوا سازانيزة أما سجي كورانيزة amatwa kigira gute. Wallahi reka mbabwira kana arumwe mu twigi utwigisha igitabo kitwa Sunna ba Daud muri Haram yitwa Sheikh Muhammad al-A'zami hafizahullah yari ari kutwigisha mu gutawaza ageze kubyinaye no gukoresha umuswaki, atubwira ko amenyo ye agikora neza nta kibazo cy'amenyo aragira n'imyaka rimwe ari mu myaka 87 ubu tuvugana. Mu gihe yatubwiye ko afite abana bari mu myaka ya za 40 ariko bo birirwa bataka amenyo. Umwumve rero ibitangaza abayisilamu, gusaza neza ntako bisaba Islam. Bityo rero nasaba Imana ko yaguha gusaza, gusaza neza. Baqa'ul 'abdi mumatti'an ila an yatawaffahu Allah, Mwenyezi Mungu aguhe guhora umeze neza kugeza igihe azagukuriraho ku isi. Hanyuma ikindi mu bintu usaba Imana nanone nuko Imana ikurinda ibihano byo mu muriro n'ibihano by'imva. Iyo umuntu abwiye Imana ngo imurinde ibihano by'umuriro, ntabwo ari ibyo bihano by'umuriro gusa, n'ibibi byatuma ujya mu muriro. Ni ukuvuga ngo iyo usabye Imana ikurinde ibihano by'umuriro, hinjiramo no kukurinda ibibi bizatuma ujyamo. Walidhalika mu dua mtume yakundaga gusaba, niyo mpamvu yakundaga gusaba ngo mana undinde umuriro wama qarraba ilayha min qawlin aw amal, n'ibishobora kuwunyegereza yaba ari amagambo cyangwa ibikorwa. Ibi byose rero muri Islam asaba Imana yuko yagira gute yabimurinda. Iyi dua rero ujye uyisoma mu gitondo, ya mu gitondo na nimugoroba uyisome, kubera yuko nta guzi. Ibn Umar niyo akunda kuvuga ngo idha amsayta, nugeza ku mugoroba uri muzima, fala tantadhiri sabah, ntugategereze ko ejo mu gitondo uzaba uri muzima. Wa idha asbahta, nunageza mu gitondo uri muzima, fala tantadhiri almasa,
ntugategereze umugoroba. Idua rero irakeneye cyane gukomeza gusaba Imana, kurinda ibibi, kurinda ibibi, kubabarire, kugirira impuhwe, kurinda ibihano by'imva, ko ntuzi igihe uri bupfire. Naho rero dusoreje, subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad.